يو السلام عليكم الحباب، مرحبا بكم في بلوك جديد، نهار جديد ان شاء الله. اليوم غادي نهربوا على الضمين تاع الطياب وداك الشيء وندخلوا لعالم الحيوانات. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معنا شي حاجه زوينه في هذا العالم تاع الحيوانات. غنشوفوا فيه دريساج، طواليطاج، شنو تياكلوا، كيفاش الوليدات من تيكونوا صغار حتى تيكبروا. المهم شي حوايج اللي غنشوفوهم زوينين بزاف ان شاء الله. اليوم غنعطيكم تقديم على لانيمال غي، ومن بعد غادي تشوفوا معنا بزاف الحوايج. خليكم معنا. ايوا الخوت كما شفتوا احنا دخلنا للعالم لانيمال غي، واليوم غتشوفوا معايا واحد الدري اللي تبقاو تشوفوا معايا في الفلوج الجايين، هو اللي تيدير لنا طواليطاج، تيدير لنا شحال من حاجه، تيعاون في الدريساج. ها هو نخليكم معاه. السلام عليكم خويا هانين، مرحبا بك. الله يكبر بك لحدك. مرحبا بك شنت، تبارك الله عليك. دابا ان شاء الله غادي نوريوكم لانيمال غي وغنشرحوا لكم حوايج خفاف، ونخليوكم ان شاء الله في الفلوج الجاي اللي غنعطيوكم داك الشيء بالديتاي. خليكم معايا. دخل معايا تشوف. مرحبا. ما عندي كروكات، دور الناس دي كروكات. اييه هو كان اللي معروف في العالم كامل ديال فرنسا. هادي ديالهم كبار وكاينين الفراش، ما عندك كبيبه تبي تشوف. معنا ديال لابرادور. هاو لابرادور كانت دوار من ايد حد مزيانة نانية. اليوكشير. اييه ايوا كما شفتوا دابا هادو هما الكليبات، ها هما تيشوفوا فينا واحد الكسال. ها الاخر تا هو لابرادور، تا هو كسال هنايا ناعسين. ودابا سي خليل توريهم الحوت. مرحبا. هادو هما الحوت اللي بقاو لينا، راه سالاو بزاف، راه تبعوا تغطات على الدخول. ما بقاش الحوت بزاف، ان شاء الله غدا غادي نجيبهم. ها ما بقات غير شي حاجه قليله. روم ليهم فطار. اييه ها هما عاوتاني لي بواسون غوج، هادو هما لي بواسون غوج، الماكلة ديال الحوت اكسيتيرا، لي طوشي، ها هما هادو ديال الما، دواوني لي بغا يديرهم تاهما في شي كواريوم ولا شي حاجة، راه دواونين. أو لي زامستير، ها هما كاينين العشاق ديال لي زامستير، ها هما، ناعسين داخل داخل الغارة، واحد باقينا تاهك. خبيه في قنيت وخريره داخلين الغيره. ايوا الخوت كما شفتوا معنا في هذا البلوغ، وريناكم دابا بعض النصائح وريناكم شي حاجه في لانيمال غي، وخليكم معنا تشوفوا واحد المقتطف دابا ان شاء الله في الفيديوهات الجايين، البلوغات الجايين ان شاء الله. غادي تشوفوا معنا كيفاش دراسي الكليب، كيفاش تكبروا منين تيكونوا باقي الوليدات حتى تيكبروا. اي حاجه اي حاجه، اي سؤال عندكم خليونا تحت في لي كومونتير وحنا غنجاوبوا عليهم. ياك خالد، اي حاجه اي حاجه كتشوف لي كومونتير نجاوبوا عليكم. ما كاينش وشنو مازال نوريهم في الفيديو؟ حاجه في الفلوق الفيديو نصح على الثاني، نوريكم ديك اللي شيو صغير ان شاء الله. نمشيو للفيرما فين دايرين لي الفاج ديالنا. اييه اييه شوفوا الكلاب تما بزاف عندنا. اييه تشوفوا لي راس دي بير، تبارك الله او ميم طو. غنوريكم حتى شي حاجه، شي حوايج قلال في الدراسه. الا بغيتي الدراسه ياكل غير عندك في الدار بلا ما تجيبوا لشي بلاصه ولا هادي. او ميم طو غنوريكم كيفاش تغسل الكليب. دابا مع الصاد الاغلبيه تيبغي يغسل ولكن تيشدوا البرغوش، كيفاش شنو خاصك حوايج اللي دير ليهم مور الغسيل باش ما يشدش فيه البرغوش. المهم بزاف النصائح غتشوفهم في فيديوهات جايه، خليكم معنا. يلا هو دابا ان شاء الله.